بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا برمجة خاصة الجيت فيو بتاعتنا. هروح بقى على المين اكتيفيتي، عايز اجهز شوية حاجات أساسية قوي في للأسف في الفيو برودكتس اكتيفيتي. انا لسه الفيو برودكتس اكتيفيتي ابيض، عايزين نشتغل عليها، عايزين نظبط الليست فيو والكيو ريكوست بتاعتي والليستة بتاعت البرودكتس. ثلاث حاجات بقى عايز اجهزهم الاول. فهعرف برايفت فاريبل ليست فيو، ودي عبارة عن ليست فيو تمام، وطبعا ممكن تكون نل، علامة استفهام وتقول بيساوي نل. طبعا قلت انتر عشان يستدعيها. وكمان عايز اعمل الليست برودكت او البرودكتس ليست بتاعتي، فعملت برايفت فار واسميها برودكتس ليست، برودكتس ليست، وقائمة المنتجات ودي ايه مينيمال ليست من كل ايتم فيها عباره عن برودكت اللي هو الموديل بتاعي، اللي هو ليه الموديل بتاعي. وبرده ممكن يكون نل، فهديها مبدئيا القيمه نل. دي القايمه اللي هتبقى جايه من الداتا، ودي الليست فيو اللي انا هحط فيها الداتا بتاعتي تمام. طيب في الاون كرييت هقول له بقى الاثنين دول يجوا منين. هقول له ليست فيو اجيب قيمتها منين، قلت له فايند فيو باي اي دي اللي هو الار دوت اي دي دوت الايه ليست، كان اسمها برودكتس ليست فيو تقريبا، برودكتس ليست فيو مظبوط تمام. انا عرفتها بس فوق عشان محتاجه. طبعا ممكن اقول از ليست فيو، ممكن طبعا اعمل لو هم علامتين اكبر من اصغر منهم احط ليست فيو بعد فايند فيو باي اي دي اللي يعجبك يعني. فبقول لي كان بي كونفرتد تو فايند فاليو مش عارف ايه، واداني السنتكس التاني الاثنين مش مشكله. طبعا ممكن جاي هنا ومايل له الايه القوسين كده واقول له ليست فيو تمام. يعني خليها في السطر دي ليست فيو. بعد كده البرودكت ليست بتاعتي، برودكت ليست قلت له برودكت ليست بتساوي هقول له ايه ميتال ليست اوف، والقيم بتاعتها قلت له القيم بتاعتها هتبقى طبعا كل قيمه عباره عن برودكت، كل قيمه عباره عن برودكت بس كان عملتها انيشاليزيشن فقط كويس جدا. فاضل لي ايه ان انا هنادي على فانكشن بقى اسمها لود برودكتس، المفترض بقى تحمل لي البيانات. لود برودكتس طبعا مش عاملها ابستراكت فانكشن، عاملها فانكشن عاديه. هكريت فانكشن عاديه اسمها لود برودكتس وافضل المكتوب جواها اللوج برودكتس بتاعتنا دي، ان شاء الله هنكتب فيها الكود اللي يجيب لي بقى البيانات من الايه الجيت، البيانات من السيرفر او من الاي بي اي الموجوده عندي. اللي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن نفس الكود اللي كنا كاتبينه بس هنغير شويه حاجات بقى كده نشوف هنغير ايه. نفس الفكره بتاعت البوست ريكوست اللي احنا كنا عملناها بس المره دي جيت ريكوست. وبصراحه حكايه ان احنا هناخد كابي وبيست دي مش حلوه، لازم نغش الحاجات. فعملت بيست قال لي انا هعمل امبورتس مش مشكله، هنغير بس خلال الاول نطلع كده وبعد كده ان شاء الله نظبط. قلت له ماشي، دي هتبقى جيت ريكوست وبناء عليها هيبقى الريكوست دوت ميثود هتبقى جيت. هعدل بس ما يلزم كده على السريع، ولسه التعديلات محتاجين تعديلات كتير. وفي الاند بوينتس هقول له هنا بقى جيت برودكتس يو ار ال، اديته العنوان الجديد جيت بارمز. لسه الفانكشن دي مش محتاجينها هنا بس لازم تكون موجوده. ممكن اكون ببعت حاجه ممكن اكون ما ببعتش. قلت له ماشي. والريسبونس ليست، الريسبونس ليزنر والايرور ليزنر هنشتغل عليهم. والكيو هقول له بقى ايه جيت ريكوست، بس قبل ما اقول له جيت ريكوست هو الكيو اصلا ما تعرفناش، ما عرفناهوش يعني. فانا ممكن اروح اخده من فوق كده زي ما عرفناه في الشاشه بتاعت المين اكتيفيتي. زي ما اتفقنا ان شاء الله هنحاول نظبط الكود بشكل اشيك من كده عشان ما اعرفش يكرر الكابي بيست والحاجات دي. فعملت عرفت الكيو، وهعرفك ان يو ريكوست برضه في الاون كرييت. وقلت له اوكي وكده الكيو بتاعي شافوا كل حاجه تمام. لسه ما جبناش الجيت بارامترز ولا الريسبونس في الليزنر في تمام ولا في الايرور ليزنر، ان شاء الله اشوفهم مع بعض.